الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا وقرة أعيننا وسيلتنا إلى الله وغياثنا وغياث هذه الأمة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يستدل خوارج قرن الشيطان ببعض أقوال وردت عمن؟ عن أئمة أهل السنة الأشاعرة والماتريدية والسادة الصوفية. يعني أنا أستغرب من الوهابي يأتي ويقول لي الإمام الشافعي ذم الصوفية، فين ذم الصوفية؟ فيأتيني برواية للإمام البيهقي. طيب الإمام البيهقي واحد صوفي أشعري، ليش تستدل بأشعري وصوفي؟ أنت الآن أصلا عقيدتك تكفر الصوفية والأشاعرة، تأتي تقول لي روى الإمام البيهقي أو الحافظ البيهقي. يعني شوف على مصيبة، ومصيبة ممن يصدق خوارق قرن الشيطان، كيف تستدل بصوفي أشعري لذم ما هو عليه الإمام البيهقي، عقائد الأشاعرة وسلوك الصوفية؟ شوف على حماقة، شوف على بلادة وسفاهة في عقل خوارق قرن الشيطان. هذه هي السفاهة التي نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، سفهاء العقول، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يا أخي ناس ما يستحوا على وجوههم، يأتي واحد ويقول لك الصوفية بدع، الصوفية بدعة، السلف ذم الصوفية، فين ذم الصوفية؟ يأتي لك بقول إمام صوفي أشعري، ما عاد في حياء. الآن تعالوا نشوف، نفضح خوارق قرن الشيطان، نفضحهم هكذا على العلن. تعالوا، الإمام البيهقي يروي في مناقب الإمام الشافعي، يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا محمد جعفر إلى أن قال سمعت الإمام الشافعي يقول لو أن رجلا تصوف من أول النهار، لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق. شوف الرواية، مفهوم الرواية وإيش قصد الإمام الشافعي. طبعا هناك من أقوال السادة الصوفية في ذم من ينتسبون إلى التصوف. إذا كان الإمام الشاذلي قطب الصوفية يقول إذا عارض كشفك، شوف الآن يذم الكشف، إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فرمي بالكشف عرض الحائط وخذ بالكتاب والسنة، يذم الآن الكشف وهو قطب من أقطاب الصوفية. هكذا تعلمنا من السادة الصوفية. الإمام الشافعي الآن يقول لو أن رجلا تصوف أول النهار، يقول لك لو شخص قال أنا بسلك طريق التصوف، طيب أخذ طريق التصوف بداية النهار، طيب أخذ طريق التصوف كيف؟ يعني لا طلب علم، إنما أخذ مظهر التصوف، اسم التصوف أو ما يفعله الصوفية، إما ذكر، مسك لك مسبحة، قال أمثال هذا لا يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق. تعالوا نشوف الآن الرواية الثانية، الإمام الشافعي مكانه رواها من؟ الإمام أحد علماء السلف أبو نعيم، رواها في حلية، تبين المراد من هذه الرواية. خوارق قرن الشيطان يمسك لك بس رواية والباقي الرواية يغفل عنها، يسكت لأنها تفضحه، فهو عندما يشوف رواية فيها فضيحة يسكت عنها ويأخذ بالرواية التي يراها أنها ليست فضيحة له، وهي فضيحة. يعني حتى هذه الرواية، يعني الإمام الشافعي التي رواها البيهقي هي فضيحة لخوارق قرن الشيطان، لأن الذي رواها الإمام البيهقي الصوفي الأشعري، وقد بيّن مرادها الإمام البيهقي بعد ما نقل كلام الإمام الشافعي. لكن أقول لك أنا ما أريد كلام البيهقي، طيب أنت تستدل بالإمام البيهقي، هذه الرواية الإمام البيهقي، إذن أنت أخذ به برواية شخص مبتدع على مذهبك أنت، لا طالما أنها تخدم مذهب قرن الشيطان فهي تمام عندنا. روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء بلفظ آخر قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثني أبو حسن إلى أن قال قال سمعت الإمام الشافعي يقول لولا أن رجلا عاقلا تصوف لم يأتي الظهر حتى يصير أحمق. يقول لك لو شخص على المثل العامي أو المثل الشعبي، عندك فلان قلب نفسه صوفي، عادوا أمس وهو كان ولا شيء، اليوم قاموا لحية وقدوا صوفي، هذه العينة هي التي قصدها الإمام الشافعي. شوف فين قصد الإمام الشافعي، قصد هذه العينة من الناس، شخص ولا شيء، شاف أنه التصوف هذا بيقدر يكسب منه مال، اليوم الثاني يشوف أنه عمامة ومسبحة بالمسجد، فهو يقصد الإمام الشافعي أمثال هذه العينة. التصوف ما هو شكل ولا ظاهر ولا اسم، التصوف علم وعمل، مجاهدة، ذكر، سلوك، طلاق للدنيا والهوى والشيطان، مجاهدة للشيطان، سلوك، مجالسة أهل العلم والولاية، هذا هو التصوف. مش واحد قلب نفسه من بداية النهار قلب نفسه صوفي، هذا أكيد لا يأتي الظهر عليه أحمق، فهو قال الظهر يعني يقول لك إنه ما حتى لا يصل إلى الليل ولا حتى إلى العصر. فهم خوارج السلفية الوهابية سفاهة، لأنهم لا يأخذون العلم من أهله بالإسناد المتصل،
يقعون من مثل هذه البلادة والسذاجة والحماقة. الحماقة في خوارق قرن الشيطان ليس لها نظير. تعالوا الآن نسمع كلام الإمام البيهقي ماذا يقول. طبعا الإمام البيهقي أحد الأئمة الحفاظ الكبار اللي جميع علماء الأمة الإسلامية يقرؤون كتبه ويدرسون كتبه ويأخذون بكتبه. إمام حافظ محدث، وهو من أئمة الأشاعرة ومن أئمة الصوفية. فلما تسمع واحد من الوهابية يذم الأشاعرة، اعرف يقينا على أنه يذم البيهقي، النووي، العسقلاني، السيوطي، الغزالي، بزكريا الأنصاري، الإمام الجزري صاحب الجزرية في التجويد، ابن الصلاح، عز بن عبد السلام، يذم القادة صلاح الدين الأيوبي، محمد الفاتح، سيف الدين قطز، يذم جميع علماء الأمة الإسلامية، ابن الجوزي، الحافظ ابن الجوزي، حتى الذهبي، حتى يذم ابن تيمية وابن القيم الجوزية لأنهم مدحوا التصوف والصوفية. على طول لابد أن تفهم هذا الأمر، أن هؤلاء يريدون القدح بأئمة المسلمين. شوف كيف. اسمع معي الآن إلى الإمام البيهقي. يقول الإمام البيهقي: وإنما أراد الإمام الشافعي من دخل في الصوفية واكتفى بالاسم عن المعنى، وبالرسم عن الحقيقة، وقعد عن الكسب. خلاص أخذ تصوف، يشوف الناس أنه يزورون الصوفية والأولياء والصالحين، فهو أراد أن يلبس هذا التصوف، يقعد في البيت مشان الناس تزوره، وأخذ اسم التصوف فقط كذبا وتدليسا على الناس وعلى العامة. وقعد عن الكسب وألقى مؤنته على المسلمين ولم يبالي بهم ولم يرعى حقوقهم ولم يشتغل بعلم ولا عبادة، كما وصفهم في موضع آخر: لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربع خصال. شوف، لا يكون الصوفي صوفيا، لا يكون الصوفي صوفي حتى يكون فيه أربع خصال، أي معناه إذا كان فيه أربع خصال، إذا كان فيه هذه الأربع الخصال فالصوفي هذا ليس بصوفي. ما هي؟ كسول، أكول، نؤوم، كثير الفضول. هذه الأوصاف ليست في الصوفي، لأن الصوفي ليس بكسل، الصوفي لا ينام من الليل إلا قليلا، الصوفي لا يأكل كثيرا، لأن الأكل الكثير يشبع البطن، والبطن إذا امتلأت كسلت، مالت إلى الكسل. لا، السادة الصوفية في ذكر، في عبادة، واصل تنوع في العبادة. الصوفي ليس كثير الفضول، دندنتهم في بألسنتهم الذكر والعلم والعبادة. يقول الإمام البيهقي: وإنما أراد به ذم من يكون منهم بهذه الصفة، أي بهذه الأوصاف. أما من صفى منهم من الصوفية بصدق التوكل على الله عز وجل واستعمال آداب الشريعة في معاملته مع الله عز وجل في العبادة ومعاملته مع الناس في العشرة، فقد حكي عنه أنه عاشرهم وأخذ عنهم. من هو؟ الإمام الشافعي. ولذلك الإمام الشافعي من الأبدال عند السادة الصوفية، يعني وصل إلى الأبدال. هذه الرواية يعني رواها كثير من السادة الصوفية عن الإمام الخضر عليه السلام. سأله أحد الصوفية: في أي مقام من الإمام الشافعي؟ قال: كان من الأبدال. فالإمام البيهقي أعلم بمدلولات وبمفهوم الإمام الشافعي من هؤلاء الخوارج المارقين الذين لم تنشئهم إلا بريطانيا والإنجليز، أجاوا يفعلوا أنفسهم على أنهم علماء. وأنه الدليل كذلك أن للإمام الشافعي مدح للسادة الصوفية وللتصوف، وأنه لا يقصد كل صوفي يصير أحمق، ما رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، حيث قال: حدثنا الحسين بن الحسن الرازي، حدثنا عبد الله بن الحسن السجستاني، سمعت إسماعيل الطيان الرازي يقول: قدمت مكة فلقيت الإمام الشافعي فقال لي: أتعرف موسى الرازي؟ ما قدم علينا من ناحية المشرق أفهم لكتاب الله منه. فقلت له: يا أبا عبد الله صفه لي. فقال: كهل قدم علينا من الري، فوصفه لي فعرفته بالصفة أنه أبو عمران الصوفي. فقلت: أعرفه، هو أبو عمران الصوفي. فقال الإمام الشافعي: هو هو. مدح الإمام الشافعي أبو عمران الصوفي. الإمام سفيان الثوري يقول عمن؟ عن أول من تسمى باسم الصوفي، وهو الإمام أبو هاشم الكوفي، توفي سنة 180. قال الإمام سفيان الثوري: ما عرفت دقائق الرياء إلا من أبي هاشم الكوفي، لأنهم أطباء القلوب. فالصوفية هم أطباء القلوب، متخصصين في تطبيب القلوب، صفاء القلوب، تطهير القلوب. ويقول الإمام الشافعي في الديوان، ديوان الإمام الشافعي: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، أي لا تكن فقيه دون أن تكون متصوف،
ولا تكن متصوف دون أن تكون فقيه. الصوفي هذا الذي لم يتفقه في دين الله السادة الصوفية يذمه، فالإمام الشافعي وغيره من السادة الصوفية يذمون من يتصوف دون علم شرعي، لأنه من تصوف ولم يتفقه أي يأخذ علم الشريعة الظاهر فقد تزندق. عد بعد هذا ذم، هل ستأتي وتستدل بهذا القول في ذم الصوفية؟ الإمام الشافعي قلنا يقول: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح. فذلك قاس الذي لم يتصوف، لأن المقصود بالقساوة هنا قساوة القلب، فذلك قاس لم يذق قلبه تقى، وهذا جهول الذي لم يتعلم الفقه، لم يأخذ الفقه، جهول كيف ذو الجهل يصلح، كيف يصلح أصلا لسلوك طريق التصوف. ويقول الإمام الشافعي: حبب إلي من دنياكم ثلاث: ترك التكلف، وعشرة الخلق بالتلطف. الخلق هنا كل الخلق، كافر، مسلم، يهودي، نصراني، مسيحي، عامة الناس، والاقتداء بطريق أهل التصوف. ذكره الإمام الصفوري الشافعي في كتابه نزهة المجالس. تقول لي ما مدح الصوفية؟ تكفي الرواية الأولى التي مدح فيها أبو عمران الصوفي، والإمام سفيان الثوري الذي مدح أبو هاشم الكوفي، وهلم جرا سنأتي بإذن الله إلى أقوال الإمام أحمد الذي مدح التصوف والصوفية ومدح أعيان الصوفية في زمانه، حتى ينكشف للناس أكاذيب هذه الجماعة التي تقول عن نفسها دعاة السلفية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين ومتابعة سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.